استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 447 شخصا بينهم 40 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزه. وقال مصدر مسؤول بالميناء انه تم استقبال 65 جريحا ومرافقا فلسطينيا قادمين من مستشفيات بقطاع غزه للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهوريه. مضيفا ان ميناء رفح البري استقبل ايضا 250 من حمله الاقامات والجنسيات المزدوجه و132 من حملة الجوازات المصرية وأشار المصدر إلى أنه تم إدخال 115 شاحنة إلى قطاع غزة من بينها 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة وخمس شاحنات وقود